السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في أدوات كتيرة معتمدة على الذكاء الاصطناعي عشان تعمل بحث علمي بسهولة جدا. هنشوف مع بعض كذا أداة، منهم مثلا جيني دوت اي اي. فكرته باختصار ان هو بيسهل عليك ان انت تكتب بحث بشكل اكاديمي كويس. كل عليك ان انت تديله الموضوع اللي انت عايزه وهو يبدأ يجيب لك الكتابات بالمصادر بتاعتها. طيب خليني اقول له مقال جديد، بيقول انت عايز تكتب عن ايه، واقول له ستارت رايتنج، فانا موافق على الجمله دي، فبقول له اكسبت وهو بيبدا يكمل. عايز الترناتيف، هتقول له الترناتيف، يبدا يكتب له الجمله الثانيه. موافق، هتقول له اكسبت او انتر، يبدا هو يروح مكمل على طول. وتقدر تقول له انا عايز اشوف المراجع بتاعت الجملة اللي انت كاتبها ديت، وهو بيقول لك انت كتبت كام جملة لغاية دلوقتي. طيب لو انت مش موافق عليها بتدوس اسكيب، ممكن تيجي هنا وتقول له سايتس، يبدأ يجيب لك مرجع ينفع ان هو ينسب لي الجملة دي. تقدر تفتح المرجع وتأكد ان الكلام ده مظبوط، بيقول لك منشور فين والحاجات دي كلها. طيب تعالى مثلا على هنا اقول له، ولو انت عندك اي استفسارات واسئلة ممكن تسأله يجاوبك عليها. بالشكل ده فايدتك ان انت تكتب مقال علمي محترم بالمراجع بتاعتك. طيب الموقع التاني بيبر بال، اي تكست هنا موجود يبدأ ان هو يفحصه لك ويجيب لك اقتراحات للتعديل. فممكن مثلا التعديل تقول له اكسبت او تقول له ريجكت لو انت مش مقتنع بالتصنيف. وممكن تيجي هنا شوف الرموز، لأن ممكن لو انت عايز تترجم موضوع معين، ممكن كمان لو عندك اي وثيقة تقدر ترفعها هو يبدأ ان هو يفحصها لك. وموجود منه بلاجين موجود جوه الوورد، يعني جوه الوورد تقدر تقول له جيت ادنس وتعمل سيرش عليه وتسطبه عندك في الوورد. في الموقع دوت اديته مقالة وقلت له عايز الملخص بتاعها، راح جاب لي ملخص. طب عايز اهم النقط اللي موجوده فيه، راح جابهالي اكستراكت كل النقط فيها. يعني بدل ما تقعد تقرا البحث كله هو بيبدا يلخص لك البحث، بحيث لو انت عايز تكمل قراءه وتدخل في التفاصيل مفيش اي مشكله خالص. لكن هو بيحاول ان هو يوفر لك الوقت ان انت تقعد تقرا في المقال مثلا 3 4 ساعات وتكتشف ان هو بيتكلم عن البطيخ مثلا ولا حاجه. طيب شات ويز اني بي دي اف، ده بترفع اي ملف بي دي اف عندك، وبعد كده بيبدا ان هو تسأله بقى أسئلة خاصة بالحاجة دي. يعني على سبيل المثال أهو، مثلا اديت ملف بي دي اف، في أول ما لقاه راح ملخص قال لي البي دي اف ده بيتكلم عن كذا في كام سطر، وبعد كده اديته سؤال راح هو مجاوب من البي دي اف ده بالظبط. يعني ممكن ترفع مثلا كتاب معين فالإجابة تبقى مقتصة من الكتاب دوت. طيب كاسبر اي اي هو عبارة عن أداة بتتسطب هيت، بحيث تبقى موجودة أول ما تفتح ملف بحث علمي يبدأ إن هو يجيب لك الإجابة والملخص. ممكن تيجي هنا وتقول له أنا عايز كاسبر اي اي يعمل لي سمرايز، فيبدأ ياخد الكلام ده ويلخصه، ياخد الكلام ده وأقول له مثلا أنا عايز تترجمه لي. يعني مثلا ده بحث يعني شاركت فيه، فبروح مثلا هنا هو يبدا يجيب لي ملخص ليه. طيب عندك اي سؤال تبدا تكتب السؤال دوت زي ما اتعودنا بنكتب في شات جي بي تي، فيبدا ان هو يجيب لك الاجابه على اي سؤال انت عايزه. مثلا اي كلمه انت مش فاهمها تقول له قول لي معنى الكلمه ديت، تمام، يبدا ان هو يجيبها لك.
ممكن تقول له مثلا لخصها لي، يبدأ يشرحها لك. ويبسطها لك زي ما انت عايز. هو ده يعني سهل جدا وبسيط. طيب الموقع ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن محرك بحث فيه الأوراق البحثية، وأي ورقة بحثية تقدر انت تفتحها، ويساعدك بقى في ان هو يلخصها لك زي سكرتير كده. يبدأ ان هو يجيب لك ملخص ليها، يبدأ يعمل لك هايلايت، يبدأ تسأله فهو يبدأ يجاوب من خلال الورقة البحثية ديت. هو كوبايل تبدأ يتجاوب معاك ويلخص لك الحاجة دي. طيب الموقع ده ليترال، انت مثلا كنت عامل حاجة عن الـ OCR، ده بتحط المراجع اللي انت هتشتغل بيها. تمام، اقول مثلا ايه اد كومنتس، تمام، فبيقول لي حط البي دي اف هنا، او اعمل سيرش عن موضوع معين وانا هبدأ اجيب لك الابحاث اللي بتتكلم عن النقطة ديت. وكل بحث يوم تقدر تحط النوتس بتاعتك اللي موجودة، عندك اي معلومة عايز تحطها يبدأ ان هو يحطها لك، تفلترها، تعمل سيرش، يعني حطيت 50 مرجع وبتدور على كلمة معينة فيبدأ يدور لك فيهم، يبدأ يفتحهم لك ويجيب لك امكانية ان انت تدور على المعلومة اللي انت عايزها. الموقع ده جميل جدا. عبارة عن ايه؟ بتبدأ تحط كل الابحاث اللي انت عايزها، وتقدر ترتب الجدول الزمني. طب تعال نشوفها مع بعض. ده مثلا مشروع كنت بدأت فيه، فدي مثلا بالشكل دوت. ممكن تقول له لا انا عايز ماب فيو، فيجيبها لك خريطة، فتبدأ ان انت مثلا تقول له طب انا عايز الحاجات الخاصة بأفريقيا، فيجيبها لك كجدول زمني، وتقدر تضيف ايفنت زي ما انت عايز او حدث معين في وقت معين. ممكن تقول له انا عايز كريت ايفنت، فيبدأ يسألك امتى وسنة كام، ويربط لي الأحداث ببعض، ايه اللي أدى لإيه، فورورد ولا باكورد ولا الدايركشن، ده ديسكريبشن، ده الريفرنس، مثلا انتشار فيروس أو انتشار حاجة، فتقدر تربط بينهم. وكل واحدة من دول تقدر تحط لها الصور بتاعتها، المعلومات بتاعتها. أهو ده مثلا التاريخ، تمام، ممكن نقول لأ ده دي كانت مثلا 2022 بالشكل دوت. تقدر تحط ايمج معينة، تقدر تحط فيديو، تقدر تحط اوديو، تقدر تحط ريفرنس كاتيجوري زي ما انت عايز. فده كويس للتنظيم. وممكن ترفع اي صور او اي حاجة انت عايزها، اي معلومات، ممكن تعمل لها سبورت. وممكن تولز تبدأ تفتح الاوبن ايفنت ليست او ستارت برزنتيشن وهكذا. طيب ندخل بقى على جلاسب، ده عبارة عن تويتر لكن للبحث العلمي. فانت بتبدأ تكتب وتبدأ تشوف الناس مهتمة بإيه، بعد فترة تبدأ تعمله مجتمعات، لكن هو متخصص في الأفكار العلمية اللي عندك، ممكن تلاقي حد بيشاركك الأفكار ديت. طيب ده مهمته إن أنت بتتكلم وهو يبدأ يحول لك كلام وصوت لتكست لكتابة. تقدر تعمل حساب وتبدأ تتكلم ويحولها لك لكتاب. هنا ده موقع متخصص في إن أي موضوع أنت عايز تتكلم فيه يبدأ يجيبه لك مع المراجع اللي أنت عايزها، وكلها مراجع موثوق فيها، وتبدأ إن أنت تدوس عليها فتبدأ يفتح لك الجزء اللي أنت عايزه، وممكن تقول له فاين تكست فيبدأ يفتح لك المقال نفسها. ده بيجاوب على الأسئلة بتاعتك من خلال الأبحاث، يعني مش بيدور عليها في على النت، لأ ده متخصص في الأبحاث بس، يعني الاستشارة كلها من الأبحاث. فممكن تعمل شات وتبدأ تسأل أي سؤال والإجابة هتجيلك من خلال البحث. يقولك الحاجات الموضوع فري، لكن محتاج إن أنت تسجل الإيميل عشان تقدر تستخدم الخدمة. ده محرك بحث هيساعدك في العثور على قواعد البيانات اللي انت محتاجها عشان تعمل البحث بتاعك.
دي أهم الأدوات اللي أنا أعرفها في البحث العلمي بتستخدم الذكاء الاصطناعي، ويا ريت لو حد عنده أداة أكتر يكتبها لنا في الكومنتات، ومتنساش لايك وشير.